يا فندم، المنتج اللي في ايدي ده احسن من اللي في جيب حضرتك 100 مره. حضرتك ما شفتش الاعلانات يا فندم؟ ده المنتج اللي في ايدي يعني عايز اقول لحضرتك يعني فظيع بجد، يعني فظيع خالص. امشي يا اطلع بره يا ده، العميل بيطلب مندوب المبيعات. الحقيقه العميل طرد مندوب المبيعات لان مندوب المبيعات كان مفتقد النقطه الاولى من عوامل تغيير الاتجاه اللي هي الاتساق، مفتقد قوه الاتجاه، مفتقد فكره تشابك الاتجاهات. كان المفروض يعرف علم النفس في هذا الجزء الاول عشان يعرف ان انا لما اروح انا كسيلز او مندوب مبيعات اروح على عميل عاوز اغير اتجاهه عن وفكرته عن موضوع معين او منتج معين طول عمره بيشيله في ايده، وان انا اشيله منه واحط المنتج بتاعي. كان المفروض اقرا ده كويس عشان اقرا العميل وصفاته وافكاره وطريقته، وبالتالي اقدر اقنعه او على الاقل احترم نفسي وشركتي انه عند لحظة معينة لازم انسحب فورا عشان اسيب انطباع حلو عن شركتي عند العميل حتى لو ما اشتراش مني المنتج. العوامل دي يمكن بيقولوها تغيير الاتجاه في ضوء خصائصها، اي خصائص الفكره او خصائص في اتجاه نفسه، الاتساق، قوه الاتجاه، تشابك الاتجاهات. تعال نشوف مع بعض اول حاجه الاتساق. كنت قلت لحضراتكم انه الاتجاه عباره عن ثلاث مكونات: مكون معرفي، مكون وجداني، مكون سلوكي. امتى يكون الاتجاه قوي؟ لو الثلاثه المعرفي والوجداني والسلوكي بيقولوا لا، او الثلاثه المعرفي والوجداني والسلوكي بيقولوا على هذا المنتج، في الحاله دي صعب التغيير. يعني لو تصورت مثلا ان العميل بتاعي معاه هذا المنتج مقتنع بيه تماما، بمعنى انه يعتقد بان هذا المنتج هو افضل المنتجات على الاطلاق في هذا الاتجاه. قد منتج مثلا بتاع التليفونات والحاجات اللي بنتصل ونتكلم، كارت مثلا او بتاع، فالخدمة بتاعت الشركة دي افضل الشركات في الخدمة. مش هنقول طبعا اسماء شركات عشان ده مش صح. انا اعتقد بان هذا المنتج هو الافضل، وبالتالي ينتج عن هذا الاعتقاد والمكون المعرفي اني احب هذا المنتج، مكون وجداني، انا بحب هذا المنتج. فينتج عنه مكون سلوكي ان انا عندي من المنتج ده قطعة واثنين وثلاثة. لما يبقى العميل قدامك يا مندوب المبيعات اتعلم عيب كده، عنده اتساق اي اتفاق بين مكونات الثلاثة في الاتجاه او فكرته عن هذا المنتج، بالتالي يصعب تغيير اتجاه العميل عن هذا المنتج. يعني انت النهارده تقول له لا ده انا معايا يا فندم ده، يقول لك لا ما انا بحب ده يا حبيبي وطول عمرنا ماسكين ده ومعلش انا اسف جدا. يقول لك يا فندم طب جرب حضرتك اللي هو مندوب المبيعات اللي بيتزاقوا دول. في الاخر طبعا هيعمل ايه العميل؟ هيهبلك بحاجه. ما تحترم ذاتك انت يا مندوب المبيعات حضرتك، قول يا فندم والله انا كان نفسي جدا جدا حضرتك تتعامل معانا، بس يكفي ان انا شفت حضرتك بجد انا فرحان جدا، شكرا لسيادتك وبعد اذنك. انت هنا الحقيقه انت كمندوب للشركه هتسيب انطباع حلو قوي عند العميل حتى لو ما اشتراش منك، بس واخد فكره كويسه عن الشركه وجايز بعدين يشتري لما يعرف قد ايه شركه ناجحه ومحترمه. يبقى اذا كل ما كان هناك اتساق بين مكونات الاتجاه الثلاثه هنا يصعب التغيير. يصعب التغيير امتى بقى؟ لو هو مثلا معرفيا عارف ان المنتج اللي في ايده ده وحش، وجدانيه ما بيحبوش، وسلوكين واخده في ايده وفي جيبه عشان هو متعود من زمان قوي كان معاه المنتج دوت، فيعني بالتعود. هنا بقى يسهل تغيير الايه؟ الاتجاه، لان في تعارض. اذا كان هناك تعارض بين مكونات الاتجاه الثلاثه يسهل تغيير اتجاهه من منتج لمنتج جديد بتاعي، اما لو ده لو في حاله التعارض. اما اذا كان هناك اتساق بمكونات الثلاثه كلهم بيحبوا المنتج ده، معتقدين في اعتقاد راسخ بانه كويس، هنا يصعب تغيير الاتجاه. عندي نقطة تانية غير الاتساق اللي هي قوة الاتجاه. بعض الناس يكلموني، يمكن كنت بتكلم مع احد الشباب بتوعنا الحلوين اللي هنا قبل الحلقة، ويقول لي اقوله انت ترضى انه مراتك تشتغل؟ فقال لي انا الحقيقة مش حابب دوت، لكن البعض الاخر يحب. قلت له طب ما جايز يوم من الايام تغير. تقول لي لا دي فكرة اساسية، طالما ان هي مش شغالة شغل اكاديمي مثلا فانا مش بفضل ده عشان ما ارهقهاش. وعلى ايه؟ لو انا حبيت اجتهد معاه واغير الفكرة بالعافية هيضربني، يقول لي اطلع بره بقى لو سمحت اتخلقت منك. ما انا عايز اقول لك ايه، كل ما كانت الفكره جوه دماغك انت مقتنع بيها اقتناع كامل وحقيقي هنا يصعب تغيير، لكن لو الفكره انت مقتنع بيها نص نص هنا يصعب تغيير. والحقيقه عامل لي مثال حلو قوي هنا.
انت راجل بتشجع فريق مانشستر مثلا كريستيانو رونالدو والحاجات اللطيفه دي وبتلعب حتى في البلاي ستيشن لما تيجي تلعب مع زمايلك تختار مانشستر سوري اسف ريال مدريد معلش انت بتحب ريال مدريد وكريستيانو رونالدو حتى لما تيجي تلعب البلاي ستيشن بتختار الفريق ده على طول اوكي واحد صاحبك قالك معلش سيب لي انا ايه الريال وخد انت مثلا برشلونه وميسي والناس الحلوه دي ممكن تغير والله ممكن لان الفكره في الاعتقاد في الفريق دي مجرد لعبه ممكن اغيرها بحاجة تانية مفيش مشكلة لانه مش فكرة اساسية في دماغي لكن ما تكون فكرة اساسية وجوهرية وخطيرة في دماغي زي ان انا مثلا مقتنع تماما بان العنف مش وسيلة لحل المشكلات وان السياسة وبالهدوء استطيع حل المشكلات لو جه واحد من بره قالك لا ده العنف هو اللي يحل المشكلة وانه ما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة لو حاول معاك 100 مرة مش هيعرف يغير فكرتك ان السلم والطريقة الهادئة هي افضل الطرق للوصول لاهداف مش العنف مش هيعرف يغير لان الفكرة هنا قوية جدا واساسية لكن ممكن يغير فكرة انك تغير الفريق لفريق لانها ما كانتش اساسية وكانت ضعيفة عندي الحقيقة موضوع تاني او عامل تاني بيسهل او يصعب تغيير الاتجاه او الفكرة اللي في دماغك اللي هي تشابك الاتجاهات تعالوا نتخيل لو انا النهاردة معايا كرسي الكرسي ده طالع منه 100 حبل كل حبل رابط في كرسي وكل كرسي من المية اللي طلعوا كل كرسي طالع منه 100 حبل وكل 100 حبل مربوط وكل حبل من المية مربوط في كرسي اذا الكرسي ده مربوط وراه 10,000 كرسي هل في هذه الحالة استطيع ان اغير مكان الكرسي من مكانه ده لمكانه ده ام يصعب التغيير يسهل ام يصعب يصعب طبعا لان الكرسي ده متشابك وراه 1000 كرسي وكرسي وبالتالي يصعب تغيير الاتجاه لكن لو لوحده من غير احبال ولا حاجات متربطه هنا سهل نفس الكلام الافكار في دماغك لو انت حضرتك تؤمني بمبدا الحريه الفرديه بان الانسان حر والانسان يستطيع ان يصنع قرارات وانه مسؤول عن نفسه الكلام اللطيف الحلو الجامد ده لو انا قلت لك لا ده الانسان مش حر ده الانسان مجبر رغم انفه الانسان مجبر وليس حر مهما حاولت معاكي صعب ان انا اغير فكرتك من الحريه الى الجبريه ليه قال لك لان موضوع الحريه الفرديه ده مرتبط بحاجات كتير بكراسي كتير وراه مرتبط بحقوق الانسان مرتبط بالديمقراطيه مرتبط بالدين والتاريخ والحضاره مرتبط بالحاجات دي كلها اللي بتؤكد على مبدا الحريه فالنهارده لو انت عاوز تغير الحريه عندي بقى عليك انك تغير المنظومه اللي فاتت دي كلها عشان اغير انا فكره الحريه الجبريه وهذا يستحيل ان يحدث فكلما كان الاتجاه او الفكره مرتبطه بعناصر اخرى ومتشابكه مع عناصر اخرى زي الحريه والحريه مرتبطه بالديمقراطيه والحضاره والتاريخ والدين وما الى ذلك اذا كانت مرتبطه مع عناصر اخرى هنا يصعب تغيير الاتجاه جدا خالص ولكن اذا كانت غير مرتبطه وفكره كده متعلقه في الهواء من غير روابط رابطه فيها هنا طبعا هيسهل تغيير الاتجاه فنصيحه لاخواننا المندوبين عن الشركات المختلفه لان طبعا المندوب ده كمان موهبه وقدره اللي هي القدره على الاقناع بس ارجوك راعي العوامل ديت عشان تعرف تكسب عميل او على الاقل احترام شركتك دي شويه عوامل بتعمل على تغيير الاتجاه بس في ضوء خصائص الفكره وليس خصائص الفرد طيب انا كراجل سيلز او مندوب مبيعات نازل للعملاء في الشارع او في شركات او في محلات هل ده العامل بس اللي راعيه في الاعتبار اللي هو خصائص الفكره ولا كمان خصائص الشخص نفسه اللي رايح له لا طبعا وانا بروح على العميل لازم اقرا الشخصيه وبناء على قراءتي لشخصيه العميل استطيع ان انا اقنعه بالمنتج او ان انا انسحب فورا حتى اكتسب احترامه وتقديره ليا ولشركتي تعال نشوف في الجزء الجاي ازاي هنعمل ده السلام عليكم